هو مش عارف ان هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا كايرت الشاطر، هيتدفن في متر في متر، نجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش، ما بيشوفوش عمي، مش عارفين اللي حصل في البلد بسببهم. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل، هو اللي بعت لي بريز وبعت لاوباما ويحتمي بامريكان. هذا الرجل ما فيش راجل قاعد في الدنيا رئيس جمهوريه يطلع على دعمه يحس انصاره عليه لعب، هو عاوز يقتتل صباحا. كل دم حرام، كل دم في اصل حصل حرام. واتقبل يا محمد مرسي، عيط طلاب العجباتي غير ما يمشي محمد مرسي. ما فيش وطن شريف غير ما يصل في المدينة. احنا لو اردت نخرج الناس للمهدي ما كناش عرفنا نخرجهم زي ما محمد مرسي عمل. ايه العمل ده؟ ايه الجنرال ده؟ دي مؤسسة صاحبة 7000 طن الحضارة، حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكل المصريين لو فيكوا راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع، ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات استاذ ايهاب عليه انه هو، انا خايفه عليه انه هو استاذ ايهاب، استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطري، عليه انه هو، انا خايفه بس عليه يدعو الانتخابات. هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت، انا خايفه عليه. ومصر مقبره الارهاب والتطرف، انتهت خلاص. اقسم بالله عشان انت عندك القلب يا ايهاب، ما شفناش راجل منهم من حياتهم انت عندك القلب يطلع هو ايه ده؟ هتموت كده، هتموت كده. هيبقى في مواجهه مين؟ ما يستاهلش والله. هيبقى في مواجهه الجيش والشرطه والشعب. نجيب له اكتر من 33 مليون عشان خاطر ايه ده؟ انا خايفه عليك والله. هو عند الدستور راح راسه. اهدى بس، اهدى. يوم ما عمل ايه على الدستور؟ حرام 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 حرام. طب خلاص خلاص، ممكن تهدى عشان خاطري؟ خمس دقايق صمت. اهدى بس، اصل انا خايفه عليك. مش مستاهله الحكايه، حاجه ما يستاهلش، مش مستاهله، مش مستاهله. اهدى. طب خلاص، طب خلاص، خلاص في العقل وفي والله مرسي ما يستاهل تروح فيه. طيب نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع لفاصل. اللي حصل في مصر ده؟ نطلع مجوري. اطلع لفاصل، اطلع لفاصل. ما يستاهلش تطلع في تروح في ايه اللي حصل في مصر؟ طب اهدى. As a religion is a lie wrapped with some facts and truths. I want the truth. You can't handle the truth. Our channel is now proudly sponsored by J.K. Scheinman, who is the author of the highly controversial book, The People vs. Muhammad. To learn more about Muhammad's extensive list of psychological disorders, please buy a copy on Amazon while you can, as stocks are selling fast. To show our appreciation for all those who have supported us, we have uploaded a copy of our film, The Muslim Agenda, which you can watch free of charge.